بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. عزيزي الطالب المقبل على سنة البكالوريا، سنة الحسم، لكي تكون رحلتك في الدراسة أكثر سهولة وفاعلية، سنتحدث اليوم عن أهمية معرفة برنامج المادة التي ستدرسها قبل البدء في دروسك، سواء إن كانت رياضيات أو محاسبة أو تسير اقتصاد، إلى المهم أي مادة. عندما تعرف ما ستدرسه في المستقبل القريب إن شاء الله، يمكنك البدء في التحضير بشكل أفضل وأكثر تركيز. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على فوائد معرفة برنامج مادة الرياضيات لشعبة سير واقتصاد، فضلا عن كيفية الحصول على هذه المعلومات بسهولة من المكتسبات القبلية التي درستها في السنوات الماضية وخاصة الثانية ثانوي. نعلم جميعا أن البكالوريا فترة تحديات وتوتر، ولكن بالتأكيد يمكنك التغلب عليها وتحقيق نتائج رائعة. خذ العبرة من الذين سبقوك في الحصول على معدلات ممتازة في شهادة البكالوريا. المحور الأول، المتتاليات العددية. عندنا مكتسبات قبلية قريناهم في السنة الثانية ثانوي، وحتى لما قريتهمش نعودهم بإذن الله من الصفر. عندنا توليد متتالي عددية، المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية، والاستدلال بتراجع. نحن ندرس كذلك في هذا المحور المتتاليات المحدودة، المتتاليات الراتبة، والمتتاليات المتقاربة. في الأخير راح ندرس المتتالية المعرفة بالعلاقة التراجعية UN زائد 1 تساوي A UN زائد B، معناتها راح ندرس حدود تاعها، ندرس اتجاه التغير التقارب، وكذلك ندرس رتابة المتتالية UN حسب رتابة الدالة F. المحور الثاني، الاشتقاقية والاستمرارية. كنت درست في السنة الثانية الاشتقاقية، أما الاستمرارية هي جديدة عليكم هذا العام إن شاء الله. عندنا بالطبع نتعرض إلى مكتسبات قبلية من العدد المشتق، المماس، معناتها التفسير الهندسي والمعادلة إلى آخره. عندنا كذلك الدول المشتقة، دراسة اتجاه تغير الدالة باستعمال المشتق، القيم الحدية والمحلية، مركب دالتين جيرون اف، نهاية دالة مركبة، اشتقاق دالة مركبة جيرون اف فتحة. وعندنا الجديد هذا العام هو الاستمرارية، أي استمرارية الدالة على مجال، وكذلك مبرهنة القيم متوسطة، معناتها راح نحل معادلة أو استعملها في حل ولا نبحث عن حلول معادلة من شكل f دو x تساوي لامدا. عندنا المحور الثالث، النهايات ودراسة الدول. هنا راح نتطرق إلى المستقيمات المقاربة الموازية لمحورين، العملية على النهايات، النهايات بالمقارنة، وكذلك دراسة السلوك التقاربي للمستقيم المقارب المائل، وندرس في الأخير الدوال، يعني راح نحل بعض المسائل إن شاء الله. المحور الرابع، الدوال الأصلية والتكاملات. هذا ثاني درس جديد عليكم، دائما في التحليل راح ندرس دالة أصلية لدالة مستمرة على مجال، الدوالة الأصلية لدوال بسيطة، بالطبع راح نحل فيها التمارين. ومن بعد نتطرق إلى تكامل دالة، بالطبع نتعرف على خواص التكامل، علاقة شارف والترتيب. المحور الخامس، دالتين جديدتين، هما الدالة اللوغاريتمية والدالة الأسية. هذه الدالتين أعزائي يدوا حصة الأسد في البكالوريا، يعني هذو ومن بعد يجوا المتتاليات، هذو اللي يدوا النقطة كبيرة في البكالوريا. المهم الدالة اللوغاريتمية بالطبع راح ندرس خواص تاعها، الدالة المشتقة تاعها، التمثيل البياني للسلوك التقاربي، وكذلك نحلوا معادلات متراجحة لوغاريتمية، ونتطرق إلى النهايات الشهيرة. ومن بعد ندرس الدالة، لأن الدالة اللوغاريتمية السامبل هي البسيطة هي ln x، ومن بعد يجي الدوال اللوغاريتمية المركبة من شكل ln رو اي، مثلا نقول لك ln x مربع زائد واحد بين قوسين إلى آخر، يعني دالة مركبة من ln ودالة أخرى. عندنا الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس أ، وعندنا اللوغ اللي هو اللوغاريتم العشري. ومن بعد واش عندنا؟ عندنا الدالة الأسية، نفس الشيء، الخواص، الدالة المشتقة، الدالة الأسية يعني أسية إكس، الأو
أسية إكس، ومن بعد نشوفوها الدالة المشتقة تاعها هي نفسها أسية إكس المشتقة تاعها هي أسية، يعني الدالة الوحيدة اللي المشتقة تاعها هي نفسها الدالة. نتطرق إلى التمثيل البياني السلوك التقاربي، ونحل كذلك معادلات متراجحة أسية، ونتعرف على النهاية الشهيرة، وكذلك ندرس، لأن دراسة الدالة الأسية المركبة والدالة اللوغاريتمية المركبة هما اللي يجوا البكالوريا. المحور السادس والأخير إحصاء احتمالات. في الإحصاء عندنا السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين، عندنا سحابة النقاط النقطة المتوسطة والتعديل الخطي. الاحتمالات عندنا قانون الاحتمال لمتغير عشوائي، الأمل الرياضياتي، تباين انحناف معياري، عندنا كذلك الاحتمال الشرطي، الشجرة المتوازنة، واستقلال حادثتين. هكذا أعزائي الطلبة تكونوا عرفتوا واش رايحين تدرسوا في سنة البكالوريا السنة الحاسمة إن شاء الله. أكل واحد يعرف روحه أمور اللي درسهم السنة الثانية ولا يشوف روحه ناقص فيهم، كي يكون عنده وقت هكذا ولا يعود يرجعهم. المهم إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فرصة أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.